وظائفها. بس في كائنين مكلف اللي هو الجن والإنس مكلفات. وذلك كثير ناس بيسألون اليوم في كائنات مثلا في الكون في الكون، وكثير اليوم بتحدثوا إذا بتلاحظوا في هذه المسألة وجود كائنات مثلا أخرى غيرنا. والله كائنات أخرى غيرنا محتمل، بس ما أظن على مستوى السماوات. انسوا موضوع الكرسي الآن والعرش، هذا موضوع ثاني. إحنا اللي بخصنا حارتنا هي السماوات، بعدين بيجي الكرسي، بعدين بيجي العرش. وإحنا سبق شرحنا الكرسي والعرش، أضخم شيء العرش، مخلوق لله يحتوي كل المخلوقات، تمام؟ إنما إحنا حارتنا إحنا السماوات المسخرة إلنا، السماوات المسخرة إلنا السماوات، في لها ارتباط وثيق في الأرض اللي إحنا فيها. ولذلك يوم القيامة ينفض نظام السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تتغير. لما بدنا يكون الإنسان، شوفوا قديش مهم، شوفوا قديش مهم هالإنسان هذا، قديش مهم، بتبدل هالنظام كله لما بده يقوم في القيامة من أجل عالم جديد، تمام؟ شو هو العالم الجديد وإيش الوظيفة الجديدة والوظيفة اللي هي فيها سعادة ما ندريش الآن، مش وقته، لأنهم الحقيقة في شغل فاكهون بس يعني متنعمين شغل، لأنه أول ما يخطر في بالك شغل أنت بتقول شو شغل، أنا ناقص شغل، أنا ناقص شغل، فاكهون إذا نبقى مبسوطين وليش لا، تمام؟ إذا الشغل نبقى مبسوطين ليش لا. وكان بعض أهل التفسير رحلة على شغل بعينه، إيش هالكلام هذا؟ بدون بصيرش نقول طبعا هون الآن وين كنا؟ عند المكلفين، المكلفين المكلفين إنس وجن. وهذا سبحانه وتعالى سبحانه كيف سبق لفتنا انتباه إنه ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى الزوجين، لأنه شو هو الزوج؟ كلنا اثنين، كل واحد بيكمل وظيفة الثاني، في علاقة. إذا ما كانش في علاقة اثنين مش زوج، لازم يكون علاقة تكاملية بين الاثنين حتى يكونوا زوج، تمام؟ كل هذا الكلام ياما. والإنس والجن هم يا سبحان الله المذكورين فقط، ما ذكرش غيرهم يوم القيامة وفي الجنة حتى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي جنة ونار إنس وجن. طب وين باقي الكائنات المكلفة؟ إذن على مستوى السماوات مش مبين إنه في مكة، يعني الملائكة مش مكلفة، ومش مبين في غيرنا يعني مكلف. أما إذا في كائنات ثانية لها وظائف أخرى ومش مكلفة، وكيف مبرمجة ما بدري، ممكن عاقلة ومدركة مش قضية. ما هو حتى الذبانة مدركة، ظنوش الإدراك يعني، بتعرفوه كل الكائنات صغيرة وكبيرة أول ما تشوف عدوها بتهرب، مدركة. لما تشوفك الهسسة شو بتعمل؟ يعني قصد الناموسة تهرب، مش مدركة هاي، ما هي عرفت إنك جيد، مع أنه ممكن الهواء بيروح وبيجي وكذا، وورق الشجر بيروح ويقول هسسة ساكتة، أما لما تشوفك أنت بتهرب. والذبانة شرحوا الصغير والكبير، والقطة بشوفك جاي من بعيد بتقدر بمرك الشارع ولا لا، مرات بتقدر غلط بترجع، قال لك مش مدركة ولا شو اسمه هذا، شو اسمه هذا وبيحتالوا وبيحطوا خطط وتفاصيل. اليوم صرتوا تعرفوهم أكثر في قضية الفضائيات اللي بتجيب الحيوانات، إشي مذهل، عنده بفكر وقته مش وقته، أهجم ما جمش، أتخبى، إيش هذا؟ ناخذين الأمور ببساطة إحنا، وهي القضية أكبر من هيك بكثير. طيب واليوم حتى في الطيور عملوا تجارب أكبر وأصغر، يطول الكبير هاي مفهوم أكبر وأصغر، الطيور بتعرف أكبر أصغر. اليوم الإنسان بيعمل تجارب فصار يكتشف إنه إحنا باكين منظنها هاي، عشان مش قادرين نتفاهم معهم، مش قادرين نتفاهم معهم يعني منظنهم بفهموش بفهموش ولا ماله، ولا ماله. مرات الجمل بيكون ساكت 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 عبين ما يلاقي الفرصة المعينة، كان مسك الزلمة اللي كان ضاربه قبل 5 سنين، وقبلها صبور صبور صابر عليه، مش وقته، مش تحت الضرب الآن
لما يجي وقتها يمكن تناوله. ايش هذا؟ هذا عنده ذاكرة وما وحابرها جوا. ها الجمل. طيب وين كنا؟ فاذا الكائنات الفضائية في 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 اطار السماوات موجود. المكلفين اثنين فاس بنعرف. اما والله كائنات مدركة شو مش مدركة، مكلفة مش مكلفة، موضوع ثاني. طيب ما هو الملائكة مدركة عندها علم آخره، ولكن مش مكلفة يعني، مش هيك؟ موظفة في طيب